لمزيد من النقاش ينضم إلينا البطريرك عطالله حنا رئيس أساقفة سباستيا الروم الأرثوذكس. أهلا بك سيادة البطريرك. سيادة البطريرك، كانت هناك تصريحات في أغسطس الماضي لنتنياهو يقول أن حماس معادية للمسيحيين، إلى أي مدى أثرت هذه التصريحات لنتنياهو على تعاطي الكتلة المسيحية مع ما يجري بغزة عامة وأيضا خاصة وبشكل خاص مع حماس؟ نحن في فلسطين الأرض المقدسة، الشعب الفلسطيني هو شعب واحد، مسيحيين ومسلمين، ونحن ننتمي إلى أسرة وطنية واحدة، ندافع عن قضية واحدة وندافع عن القدس. وأولئك الذين يتآمرون على الأقصى وأولئك الذين يستهدفون الأوقاف والمقدسات الإسلامية هم ذاتهم المتآمرون على مقدساتنا وأوقافنا المسيحية. ولذلك فإننا حقيقة كنا وسنبقى عائلة واحدة في مواجهة هذه الأطماع الاحتلالية، ولن تؤثر أي كلمات أو أي خطابات أو أي محاولات لإثارة الفتن في مجتمعنا لن تؤثر علينا. نحن كنا وسنبقى شعبا واحدا، وهذه القضية التي ندافع عنها هي قضيتنا كفلسطينيين، هي قضيتنا كمسلمين وكمسيحيين، كما أنها قضية الأحرار في كل مكان في هذا العالم. ونحن ككنيسة في هذه الأرض المقدسة أعلننا رفضنا لهذا العدوان. هذا العدوان نحن لا نعتبره عدوانا على فصيل أو على حزب أو على تيار سياسي محدد، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، عدوان على الفلسطينيين. وقد لاحظتم في غزة كيف أنه استهدفت المساجد واستهدفت الكنائس والمستشفيات إلى آخره، ولم يستثنى من هذا العدوان أحد على الإطلاق. في هذا الشأن، هل تواصلتم مع أي جهات كمحاولة ربما لحماية المدنيين وخاصة يعني الموجودين منهم بالمراكز وأيضا المستشفيات التابعة للكنائس؟ نحن حقيقة نتواصل منذ أن ابتدأ هذا العدوان، ونحن نتواصل مع كل المرجعيات الدينية والحقوقية. ولكن دعيني أوضح مسألة في غاية الأهمية. العدوان على الشعب الفلسطيني والتعدي على الشعب الفلسطيني لم يبتدئ مع هذه الحرب. لا يجوز أن ننسى أن هنالك 6 حروب تعرضت لها غزة، ناهيك عن الضفة الغربية وما تتعرض له الضفة الغربية وكذلك مدينة القدس. ولذلك فإن التواصل مع المرجعيات الروحية والحقوقية والإنسانية في عالمنا لم يبتدئ مع بدء هذه الحرب الأخيرة على غزة، بل هو تواصل دائم ومستمر لكي نطالب ولكي نناشد ولكي نوضح الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا في فلسطين الأرض المقدسة، حيث هنالك انتهاكات، هنالك تعديات، هنالك استباحة للفلسطينيين في كافة تفاصيل حياتهم وخاصة في مدينة القدس. طبعا نحن نتواصل مع المرجعيات الدينية، وقد أعلن رؤساء الكنائس المسيحية في القدس عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد واختصارها فقط على الصلوات وعلى الطقوس الدينية، لكي نصلي من أجل شعبنا ومن أجل نصرة شعبنا ومن أجل أن ينتهي هذا العدوان. ولكن هذا الموقف الذي صدر عن الكنائس إنما هو بحد ذاته رسالة تطلقها الكنائس في الأرض المقدسة وكل المسيحيين الفلسطينيين لكل الكنائس في العالم، بضرورة أن يتحركوا نصرة للشعب الفلسطيني. لا يجوز أن يترك الشعب الفلسطيني، لا يجوز
حقيقة أن نشهد حالة الصمت التي نراها ونلمسها في بعض الأحيان. الكل يجب أن يتحرك، الكل يجب أن يرفع صوته عالياً منددًا بهذا الإرهاب وبهذا التطهير العرقي وبهذه الحرب الهمجية التي يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني. وأنا حقيقة من خلالكم أود أن أجدد ندائي ونداء الكنائس المسيحية في القدس، لعل هذا النداء يصل من خلالكم أيضاً إلى كل المرجعيات الدينية المسيحية في العالم من كل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية وغيرها في كل أرجاء العالم. نطالبكم يا أيها المسيحيون ويا أيها القادة الروحيون في كل الكنائس بأن تتذكروا في هذه الأيام فلسطين أرض الميلاد، فلسطين التي فيها المغارة وكنيسة المهد، والتي شعبها يتعرض لهذه المظالم ولهذا العدوان الغاشم. لن يكتمل عيدكم في الميلاد إلا بالتفاتة إلى فلسطين وإلى أطفال فلسطين وإلى أطفال غزة وإلى شعبنا الفلسطيني. نتمنى من الجميع أن يتذكروا في الميلاد وفي غير الميلاد في كل المناسبات وفي كل الأيام أن هنالك شعبا فلسطينيا رازحا في ظل الاحتلال، وهذا الشعب يستحق أن يعيش بحرية وكرامة وسلام في أرضه وفي وطنه، هذه البقعة المقدسة من العالم. دعيني أوضح أولا وقبل كل شيء وجهة نظري، لربما البعض يختلف ولكن أنا أريد أن أعبر عن وجهة النظر هذه. الصراع عندنا في فلسطين ليس صراعا دينيا، ليست هي الأديان التي تتصارع، الصراع هو بين الحق والباطل، بين احتلال عنصري غاشم وبين شعب فلسطيني رازح في ظل الاحتلال، وهذا الشعب الفلسطيني يحق له أن يعيش بحرية وكرامة واستقلال. ولذلك نحن لاحظنا حقيقة المسيرات التي جابت الساحات العامة في العالم، وكل هذه المسيرات والاحتجاجات شارك فيها أناس من كل الأديان. القضية الفلسطينية وحدت كل البشرية، كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، والكل يجوبون في مسيرات مليونية الشوارع والباحات العامة في العواصم الغربية وهم يحملون الراية الفلسطينية ويهتفون الحرية لفلسطين ويطالبون بوقف العدوان على غزة. حقيقة نحن ما نريد أن يصل إلى هذا العالم هو أن الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في كل فلسطين لن يرفع الراية البيضاء. هذا العدوان الذي يتعرض له أهلنا في غزة وإلى حد ما في الضفة الغربية أيضا وفي القدس، في القدس طبعا هنالك مؤامرة غير مسبوقة على المدينة المقدسة وأوقافها ومقدساتها، كل هذا العدوان هدفه هو تركيع الفلسطينيين وجعلهم في حالة إحباط ويأس، وجعلهم أيضا كما يظن الاحتلال أن يرفعوا الراية البيضاء وأن يستسلموا. ولكن هذا لن يحدث. الفلسطينيون تعرضوا منذ النكبة وحتى هذه الساعة لكثير من الاعتداءات والحروب وإلى آخره، ولكنهم لم ولن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء. المشكلة في هذا العالم أن هنالك قادة سياسيون في الغرب أشبعونا خطابات عن السلام ودولتان لشعبان، وإحنا على الأرض ما في عنا ربع دولي. الاحتلال يعتدي على كل شيء، يدخل إلى الضفة، يدخل إلى المخيمات، يدخل إلى المدن. طبعا اليوم نحن نتحدث تحديدا عن غزة. ما يحدث الآن في غزة ليس عدوانا عاديا وليس حربا عادية، إنما هو تطهير عرقي
مؤامرة جديدة، نكبة جديدة. المشاهد التي نعيشها، لا أريد أن أقول أننا نشاهد، نحن لسنا مشاهدين فقط، بل نحن نعيش هذه المأساة ونعيش هذه المعاناة. كل هذه الأمور تذكرنا بنكبة الشعب الفلسطيني عام 48. المشاهد تتكرر، المخطط هادف إلى إحداث نكبة جديدة، ولكن الفلسطينيون جميعا، كل الفلسطينيين بكافة انتماءاتهم، بكافة أحزابهم وفصائلهم، لن يرضخوا لهذه الضغوطات، وسيفشلوا هذه المخططات الهادفة لتصفية أعدل وأنبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث. المطران عطلة حنا، رئيس أساقفة سباستيا الروم الأرثوذكس، شكرا جزيلا لك.